هو يعني انا بشوف ان الدوري البلجيكي تحديدا واحد من اهم الدوريات اللي موجوده في اوروبا، زيه مثلا زي الدوري السويسري، ممكن كمان تحط معاه البرتغالي، ممكن يكونوا بوابات مناسبه جدا 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 للاحتراف للعيبه المصريه في الخارج. بس وانت بتطلع لعيب بتاعك مهم جدا، لانه للاسف شديد الدوريات دي احنا حصل عندنا فيهم تجارب عموما يعني ما كانتش مشجعه للانديه في الدوريات دي انها تكرر تجربه اللاعب المصري التاني. لكن صعب قوي انك انت تطلع لعيب مصري للدوري الالماني مره واحده، او الانجليزي مره واحده، او 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 الاسباني مره واحده. لكن الدوريات دي ممكن تبقى بوابات عظيمه جدا لو اعدنا صياغه طبيعه العلاقه معاهم وركزنا عليهم وعلى الوكلاء اللي شغالين فيهم وعلى الانديه اللي موجوده فيهم بشكل كبير. مجرد نصيحه يعني. خليني اقول لكم بدايه قبل ما استقبل ضيوفي وارحب بيهم، طاقم التحكيم اللي هيبقى موجود في مباراه السوبر الافريقي اللي هتجمع بين الاهلي واتحاد العاصمه زي ما اختاروا الاتحاد الافريقي، حكم ساحه في المباراه هيكون الجابوني بيير اتشو. مساعد اول هيكون الجابوني ايضا بوريس ديتسوجو، ومساعد ثاني هيكون محكمه او حكمه الكاميرونيه كارين فومو. اما بالنسبه للحكم الرابع فهيكون السنغالي عيسى سي، وحكم الفيديو الفار الموريشوسيه ماريا ريفات، وحكم فيديو مساعد او فار مساعد المغربي عادل زوراق. ده طاقم التحكيم ان شاء الله نتمنى له التوفيق. انا بصراحه يعني يمكن هسالهم هم على السي في بتاع الحكم، لان انا ما يعني مش متذكر له ماتشات قوي، فهعرف نطمن ولا نحط ايدينا على قلبنا من قبل ما نروح مباراه السوبر ان شاء الله. خلوني بس بدايه ارحب بضيوفي في السادسه نادر شبانه وحماد الشناوي، ضيوفي النهارده. مساء الخير واهلا وسهلا بيكم. مساء الخير نادر. مساء الخير يا ابو حميد، ومبسوط دايما كالعاده ان انا معاكم ان شاء الله تكون حلقه خفيفه عنك. نورين الدنيا. مساء الخير حماده. مساء الخير يا ابو حميد، وكالعاده يعني ان انا مبسوط موجود معاك كل اثنين. طيب عندي ملفات كتير قوي عايز اتكلم معاكم فيها، فيها حاجات تخصنا اهلي معسكر وسوبر، خروج ال 10 لعيبه من القايمه، وعندي طبعا منتخب مصر اللي يهمنا جدا ماتشه مع اثيوبيا وتونس. بس تعالوا نروح الاول للنمسا نطمن جمهور الاهلي على المعسكر ونعرف اخر الاخبار طبعا والتطورات مع زميلنا فاروق صلاح. فاروق مساء الخير. برحب بيك زميلي العزيز احمد سمير. في البدايه احمد وحشتنا ووحشتني اللينكات معاك، وبرحب بضيوفك الكرام الاستاذ نادر شبانوي وحماده الشناوي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا يعني طبعا الناس كلها متشوقه جدا جدا لظهور الاهلي الاول. انا كنت لسه بتكلم من شويه، يعني نتمنى طبعا انه مستر كولر يسمح باذاعه المباراه. خليني ابدا معاك من مباراه بكره، ايه الاخبار التحضيرات بعد رحيل يمكن اعتقد في 10 لعيبه غادروا معسكر النادي الاهلي، شكل السكواد واللعيبه اللي موجوده ممكن تبقى تظهر في مباراه بكره ايه؟ يعني خليني احمد في البدايه طبعا بالامس كان بدايه خروج بيرستاو لالتحاقه طبعا بمعسكر منتخب جنوب افريقيا، ثم رباعي المنتخب المصري الاول وثلاثي المنتخب الاولمبي كابتن محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم محمد هاني ومروان عطيه، وثلاثي المنتخب الاولمبي احمد نبيل كوكا وحمزه علاء ورافت خليل. كان خروجهم طبعا كان في تمام الساعه 7 صباحا من معسكر النادي الاهلي، ثم تولى الخروج بخروج اللاعب اليو ديانج وانضمامه ايضا لمعسكر منتخب مالي، واخر المغادرين لمعسكر النادي الاهلي واجواء فيينا هنا علي معلول اللي يعني منذ يعني تقدر تقول دقائق كان خروجه طبعا من معسكر النادي الاهلي، ويعني تقدر تقول في طريقه الان الى فيينا طبعا للاستقلال الطائره من مطار فيينا والانضمام الى معسكر منتخب تونس. في هذه الاثناء اللي انا بكلمك زميلي احمد، مستر كولر بيعقد طبعا التراي ماتش الاستعداد لمباراه الغد ان شاء الله اللي هتكون في تمام الساعه 5 بتوقيت النمسا، 6 بتوقيت القاهره. طبعا في ظل الغيابات اللي كان مستر كولر يتمنى ان هم يكونوا موجودين ويكون البروفا الاخيره بوجود هؤلاء اللاعبين، لكن يعني تقدر تقول انا بطمنك بقى على حاله اللاعبين او من الجزء اللي احنا بنتابعه ونتفرج عليه في المران في بعض اللاعبين. بالنسبه لمستر كولر خلاص انت بتخلق بدايل، طبعا اكرم توفيق كريم فؤاد موجودين في التراي ماتش بيشاركوا بصوره طبعا مهمه جدا، طبعا عقب طبعا قرار الدكتور كريستيان فينكل اللي صرح خلاص بمدى جاهزيتهم، ولكن طبعا الامر بيخضع للرؤيه الفنيه
مستر كولر، ومدى الجاهزيه البدنيه ايضا امام عاشور اللي يعني واحد من جزء من تكتيك مستر كولر، ويعني واحد من اللعيبه ايضا المهمه اللي باكد لك ايضا جاهزيته. ولكن زي ما قلنا زميلي احمد، ثلاث لاعبين سواء اكرم سواء كريم فؤاد سواء امام عاشور هيكون مدى جاهزيتهم او مشاركتهم امر بيخضع للرؤيه الفنيه ومدى الجاهزيه البدنيه للمباراه الغدا باذن الله. مستر كولر بيجرب محمد فخري في مركز الظهير الايمن، شفناه يعني خلاص يعني بيكون واحد من الاوراق بالنسبه له طبعا لتعويض غياب محمد هاني في مركز الظهير الايمن. بنشوف كريم الدبيس في مركز الظهير الايسر، في بعض اللاعبين يعني تقدر تقول كده ما شاء الله التوهج بالنسبه للاعبين. يعني قفشه لسه منذ لحظات يعني جايب هدف عالمي في التقسيمه، واحد من اللعيبه اللي عاجبني يعني وادائه بالنسبه للجميع بيلقى استحسان الجميع نظرا للقفشه الجانب الدفاعي والجانب الهجومي، وده الجزء اللي مستر كولر بيشتغل عليه مع بعض اللاعبين، تطوير النواحي الفنيه والتكتيكيه للاعبين والادوار الخاصه باللاعبين. يعني المعسكر زميلي احمد يعني الامر مش مقتصر فقط على الشكل التكتيكي العام للفريق فقط، ولكن تطوير بعض النواحي الخططيه والتكتيكيه بالنسبه لبعض اللاعبين في جزء طبعا بيتم تخصيصه عقب نهايه المران لبعض اللاعبين لتطوير النواحي التكتيكيه. قفشه واحد من اللاعبين اللي مستر كولر شايف انه يعني بيعمل اداء بشكل متكامل في الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه. طاهر محمد طاهر اللي يعني ان شاء الله بدايه طاهر هذا الموسم هيكون في حاله توهج عند طاهر، واحد من الاوراق المهمه جدا للنادي الاهلي هذا الموسم. رضا سليم ومدى انسجامه وخلاص يعني دخل طول انصار خلاص مع لاعب النادي الاهلي، حسين الشحات واستمراره على الاداء الجيد، صلاح محسن اللي برده يعني برده صلاح اضافه قويه جدا طبعا لخط هجوم النادي الاهلي. الاجواء كهربا طبعا، الاجواء بصفه عامه للفريق بالكامل. احمد عبد القادر يعني ان شاء الله موسم هيكون مهم جدا ايضا لاحمد عبد القادر. الامور دي كلها يعني هتعمل منافسه جميله ومنافسه ان شاء الله تكون لصالح يعني الفريق. يعني افهم من كلامك يا فاروق انه سكواد الاهلي كله باستثناء طبعا عمرو السوليه وخالد عبد الفتاح والاسماء اللي رحلت النهارده او غادرت المعسكر هتكون جاهزه للمشاركه، سواء بقى بنتكلم على نيدفيد او 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 كريم او اكرم او رضا او امام، الاسماء الجديده كلها ممكن تظهر في مباراه بكره. لا خليني زميلي احمد، باستثناء عمرو السوليه، يعني باستثناء عمرو السوليه خالد عبد الفتاح، عمرو السوليه وخالد عبد الفتاح وجاهز بالظبط. لا خالد عبد الفتاح موجود، هو باستثناء عمرو السوليه فقط. تمام طيب كويس. طب يعني خالد برضه خالد عبد الفتاح بيشارك في التدريبات بصوره كامله الجواكر. وموجود بالنسبه لمستر كولر يعني لاعب جوكر. وخليني برضه اقول لك في بخصوص خالد عبد الفتاح، هو زي ما انت زميلي احمد قلت ان هو بالنسبه لمستر كولر واحد من اللعيبه الجوكر بالنسبه لمستر كولر، وبالتالي بعد كل تمرينه مستر كارلوس مطور الاداء ده بيشتغل مع خالد عبد الفتاح على كيفيه اللعب بالقدم اليسرى. خالد بنشوفه في مركز الظهير الايمن، مستر كولر اوقات بيعتمد عليه كمركز قلب دفاع او كظهير ايسر، بيشتغل معاه مستر كارلوس في الجانب اللي يعني يقدر يكون عنده تكامل في اللعبة بالقدمين. وبالمناسبة زميلي أحمد يعني برضو من خلالك من خلال قناة النادي خليني أقول لك إن مستر كارلوس اللي هو مطور الأداء يعني كان سبق لي تدريب كهربا وياسين المكاري يعني أثناء توليه قيادة اتحاد الفرق في الدوري السويسري، كان بيمرن كهربا وياسين المكاري اللي هو محلل الأداء، وده مدرب من المدربين اللي طبعا أضافهم النادي الأهلي لتطوير الأداء، بيشتغل مع خالد عبد الفتاح لكيفية اللعبة بالقدم اليسرى. اللاعب رأفت خليل بيشتغل معاه انه يلعب بالقدم اليمنى، امور في تطوير النواحي المهاريه والنواحي الفرديه بالنسبه للاعبين ان شاء الله يكون مردودها في الصالح طيب. العام طبعا لفريق عايز اتكلم معاك عن الماتش نفسه، الماتش مفترض ميعاده الساعه كام؟ هيتلعب فين؟ وهل في عندك معلومه تتعلق باذاعه المباراه ولا لا؟ المباراة هتكون مع أحد فرق المقدمة في الدوري السلوفيني، واحد من الأندية اللي يعني بيلعب في بطولة دوري أبطال أوروبا، واحد من الأندية القوية جدا، مواجهة هتكون قوية جدا. المباراة هتكون في تمام الساعة 5 بتوقيت النمسا، 6 بتوقيت القاهرة، هتكون في مدينة أو مقاطعة جراتس اللي بتبعد عن مقر إقامة فريق النادي الأهلي ب 30 دقيقة، هيكون يوم اعتيادي بقى يوم المباريات اللي متعودين عليه مع مستر كولر، بيكون في تدريب صباحي لمدة 20
50 دقيقة ثم محاضرة طبعا أو وجبة الغداء الأول ثم محاضرة مستر كولر ثم طبعا التوجه إلى مدينة جراتس اللي هتستضيف المباراة. نقطة إذاعة المباراة يعني خليني يعني أحسمها إن شاء الله اليوم من خلال قناة النادي الأهلي طبعا ومن خلال إدارة الإعلام في النادي الأهلي هيتم الإعلان عن مدى إمكانية، لكن مستر كولر هو اللي هيحسم هذا الأمر. أنت طبعا زميلي أحمد تعرف إحنا كلنا يهمنا إن الجمهور يشوف اللعيبة وتشوف الحالة اللي عليها بعض اللاعبين في النادي الأهلي، لكن طبعا الأمر بيخضع لي مدى الرؤية الفنية لمستر كولر اللي هيحسمها إن شاء الله النهاردة بعد التدريب ومن خلال قناة النادي الأهلي ومن خلال طبعا منصات النادي الأهلي وإدارة إعلام النادي الأهلي هيتم الإعلان عن هذا الأمر. طيب إحنا يعني معاك على الهوا دلوقتي لكن هنسيبك، بشكرك طبعا شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح. دي كانت أخبار المعسكر وأخبار المتعلقة بمباراة بكرة، وهنفضل على تواصل مع فاروق على مدار الحلقة لو في جديد فيما يتعلق بإذاعة المباراة أكيد طبعا هنبلغكم، لو ما كانش أكيد طبعا لو في قرار هيبقى من خلال شاشة الأهلي على مدار اليوم. مرة تانية برحب بنادر وبحمادة. تحبوا نبتدي منين؟ أنا حابب أبتدي الحقيقة من سيمبا. تعالوا نروح ماتش سيمبا بما أنه طبعا بطولة جديدة، بطولة عليها العين، القرعة اللي وقعت الأهلي بطل أفريقيا في مواجهة سيمبا التنزاني. تقييمكم لسيمبا الأول قبل ما نستعرض نسخة سيمبا اللي تظهر قدام النادي الأهلي، تجربة سيمبا في الكرة الأفريقية أو في البطولات الأفريقية في السنوات الأخيرة شايفينها إزاي؟ نادر. سيمبا مؤخرا وزي ما شفناه ولعبنا معاه في ماتشات كتير في أفريقيا وتحديدا الموسم اللي قبل اللي فات كان موسم العشرة اللي قبل اللي قبل اللي فات موسم العشرة وكان معانا في ماتش ميكيسوني اللي كان سبب أساسي في إن احنا نتعاقد مع لويس ميكيسوني. كان وقتها سيمبا بيضم على فكرة ناس كتير جدا ما تعرفش ده، بس أنا خليني أقول لكم إنه ميكيسوني وده مش رأيي الشخصي يعني رأي خبراء كتير جدا شافوه أو تابعوه، ميكيسوني لعيب جيد جدا جدا بس ما تأقلمش زي كتير على فكرة زي حقيقة. كتير جوم من النادي الأهلي بس ما تأقلمش ما أو ظروف ما خدمتوش مع النادي الأهلي صالح. لكن هو احنا شفناها مع سيمبا شفناها في المباراة اللي كانت قدام الأهلي وتحديدا اللي كانت في تنزانيا. بعيدا كمان عن ميكيسوني السنة دي أصلا احنا شفنا سيمبا يعني الفترة دي المشروع بتاع سيمبا وطريقة تقديمهم للعيبة وطريقة الإعلام طبعا. بتاع سيمبا وطريقة كنت معايا انتوا على الهوا واحنا موجودين وكان وجمهور سيمبا نفسه ملعبهم صعب مش سهل، هم دايما بيكون عندهم قدره في المباريات الكبيره في افريقيا، يعني شفناهم قدام الفرق الكبيره مش من الفرق اللي بتروح زي ما يقولوا كده ايه بتروح تاخد شنطه اجوان وتمشي. أيوة. لا فرقه محترمه، فرقه واقفه على رجلها، فرقه كانت متواجده في سيمي فاينل السنه اللي قبل الكوارتر فاينل السنه اللي قبل اللي فاتت. اعتقد وجودها اصلا بشكل عام في السوبر ليج ده اللي بيضم نخبه الانديه اللي موجوده في افريقيا، ففكره وجودها ده في حد ذاته اصلا بيترجم دي حاجه تترجم مدى الاحترافيه اللي هم عليها. صحيح. كنت تفضل انت عندك سيمبا مازيمبي انيامبا نيجيري، وطبعا بيترو اتلتيكو لغايه دلوقتي اوت او موقفه مش واضح يعني بشكل رسمي ونهائي، لكن مين بالنسبه لك كنت تفضل انك تتفاداه في بدايه المشوار ومين كنت تتمنى انك انت تقابله؟ والله بص هو خلينا نقول ان سيمبا فعلا من اقوى الفرق اللي موجوده في البطوله او من الاسامي اللي انت طرحتها، وده لاسباب كتير. الأسباب تخص الأجواء نفسها، يعني الأجواء في سيمبا أو في تنزانيا عموما بتبقى صعبة، الحضور الجماهيري بيبقى كثيف جدا، درجة الحرارة بتكون مختلفة عننا، وكمان احنا هنقابلهم في يعتبر في وقت صيف بالنسبة لهم. أي. فاحنا دي أكبر مشاكل بتقابلنا لما نيجي نلعب الفرق بتاع وسط القارة أو جنوب القارة، إن احنا ما بنقابلش كواليتي وجودة فنية أكتر ما بنقابل أجواء قاسية وظروف صعبة تخلينا إن احنا نطلع اللي عندنا. دي اكبر مشاكل بتقابل النادي الاهلي لما نيجي نلعب الفرق. بس انت سواء كنت بتتكلم على انيمبا سواء كنت بتتكلم على مازيمبي سواء حتى انجولا تتكلم تقريبا ظروف كلهم واحد وكلهم ظروف واحده. ولكن سيمبا انت بتقابله اخر 3 4 سنين يعتبر بشكل كثيف بالنسبه للبطوله يعني. فهو بالنسبه لك معروف الهويه، يعني انت تعرف تجيب ماتشات ليه، تعرف تتفرج عليه، عارف اللعيبه بتاعته، عارف المدير الفني بتاعه، فده بالنسبه لك حاجه. وعايز اقول ان انت مهما رحت او مهما قابلت هي كده كده بطوله مجمعه طبعاً طبعاً. قويه السبعه اللي انت داخل معاهم البطوله بالزبط. اي حد منهم عنده طموح مشروع في انه ينافس على اللقب جوائز البطوله واجواء البطوله والنسخه الاولى ونجاح البطوله كل ده دافع قوي وشرس جدا لاي حد موجود في البطوله ان هو عايز يكون ضيف تقيل في البطوله مش عايز اقول انه ياخد فكره انها بطوله شبه مجمعه يعني هي مش مجمعه بس يعني تركيزك كله بيبقى فيها بتلعب ماتشاتها كلها ورا بعض الفرق كلها
تقريبا كتاب مفتوح يعني للمنافسين. الفكره دي لما تيجي تقارنها بدوري ابطال تلاقي انه الدوري الافريقي اصعب ولا تشامبيونز ليج اصعب؟ السوبر ليج فيه مشكله دايما ان اللي كانوا بيواجهوها في اوروبا وكانوا قايلين من الاول ان لا البطوله دي لا تقام في اوروبا علشان كانوا بيضموا نخبه الانديه الاوروبيه. كان بتلاقي ان التوب 4 او توب 6 في انجلترا موجودين، التوب 5 في ايطاليا، نفس الكلام بالنسبه للدوري الاسباني والالماني. لكن الفكره عندنا احنا في افريقيا بشكل عام هي انديه اصلا تتعدى على الصوابع الكبار في القاره بعد الاهلي. فالانديه دي هي اللي بتشارك مع الاهلي، الانديه اللي الاهلي كان دايما بيكون في مواجهات صعبه ما بينهم وبنواجههم دايما في الادوار الاقصائيه. بنبعد عنهم في المجموعات بس بنواجههم في الادوار الاقصائيه. فانت دلوقتي بتتكلم بس في انديه كتير قويه برضو، يعني ما تقدرش تقول مثلا انه غياب الرجاء، رجاء لا طبعا النجم الساحلي دي حقيقه، يعني ممكن اقول كايزر تشيفز واورلاندو بايرتس من جنوب افريقيا، الزمالك من مصر، يعني كل دي انديه، كل دي انديه مع كامل الاحترام ليهم جميعا، ولكن الانديه المتواجده حاليا في بطوله السوبر الافريقي هي داخله على اساس عدد النقاط اللي كانت ليها في البطولات مظبوط. اللي كانت تصنيف موجوده في الاتحاد الافريقي تصنيفها بالظبط. فبالتالي احنا مواجهه الفرق دي اصلا فكره انك هتعدي سيمبا فهتلاعب الكسبان من بيترو اتلتيكو وسان داونز، دي في حد ذاتها كنا امتى بقى يعني كنا بنبدا البطوله مثلا شهر 2 يعني نواجه الناس دي في شهر 5 او 6. فالقصه في البطوله تبقى مجمعه انها ضرب نار على طول بالظبط، فيها صعوبه بجانب ان اخر مره لعبنا بطوله مجمعه كانت اعتقد البطوله العربيه اللي كانت في 2017 في مصر. دي اخر بطوله لعبناها كانت بطوله مجمعه. هي بس الناس ما تفتكرهاش مجمعه بمعنى مجمعه، هي سيمي مجمعه بالظبط. يعني هتلعب على مرحلتين بالظبط، هتلعب على 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 ذهاب وعوده طبعا. بس محطوط لها تايم معين، تايم معين او زمن معين من 20 اكتوبر ل 11 نوفمبر 21 يوم بدون اي ارتباطات اخرى. يعني كل الفرق اللي هتشارك في البطوله دي مش هيلعبوا اي ماتشات تاني بره اجنده البطوله. طب نروح لقرايه سيمبا نفسها حماده، نبتدي معاك بالمدير الفني هو روبرتو اوليفييرا. يعني المدير الفني ده على فكره انا هم الدوري عندهم بدا يعني كنت اتفرجت عليهم. الفرقه دي بتعرف تلعب، عندها كوره بيلعبوا كوره. انا كنت بقول في اول حلقه ناس كتير قوي مشبههم بميني سان داونز، يعني اقول لك طريقه سان داونز وتجربه جديده بيستنسخها سيمبا بالظبط. هو يمكن هم عندهم ميزه قويه جدا لما بيجي يلعبوا على ارضهم الاجواء بتبقى مناسبه ليهم واللعيبه بتعرف تلعب في الاجواء دي او اتعودت، والجمهور دايما جمهور حماسي هناك وبيشحن اللعيبه وبتخلي اللعيبه تعرف تطلع اقوى ما عندها. فاعتقد ان فرقه سيمبا معتمده. الماتش اللي هناك صعبه من وجهه نظر. هو صعب جدا يعني صعب جدا من الاجواء، من ناحيه الاجواء ولكن من ناحيه الكواليتي ومن ناحيه لا هو برده النادي الاهلي الكواليتي فارق، ولكن هم برده عندهم اسلوب وعندهم طريقه وعندهم حاجات تكتيكيه بيلعبوا عليها، دي حاجه ما فيهاش. كنت بقول لحماده في اول حلقه انه واحد من المدربين اللي عندهم خبره كبيره جدا في المنطقه العربيه الحقيقة. وافريقيا درب عدد كبير جدا من الانديه الافريقيه والانديه العربيه. بالظبط، هو كان ليه كذا تجربه ولكن هي التجارب في المنطقه العربيه هي بتدي لك معرفه. معرفه ان انت عارف مثلا النادي الاهلي عارف قيمته وعارف حجمه وعارف درب في النمسا وفي الكونغو وفي تنزانيا في البرازيل، حمام سوسه طبعا في البرازيل. يعني حمام سوسه ده تونس الشمال السي ده برضو اعتقد برضو في حاجه من المنطقه العربيه. انا يمكن ما عنديش العلم بتاع الدوله فمش قادر اعرف الانديه دي فين بالظبط، بس واضح انه هو عنده تجارب، هو مدرب كبير في افريقيا وفي شمال افريقيا فعنده خبره، فهي بتدي مدرسه برازيليه بالظبط. فهو عنده خبره وعنده معرفه فهو هيعرف ازاي يتعامل معاك ويعرف يحضر ليك كويس. طبعا في المواجهه مش هتكون سهله من ناحيه الكوتش والمدير الفني ومن ناحيه الفرقه كمان. فانت هتروح تقابل فرقه لا هي فرقه محترمه موجوده في السوبر ليج، واضح جدا ان هي من انديه النخبه في القاره، فطبيعي ان المواجهه عمرها ما هتكون سهله على النادي الاهلي. طب. فاحنا انا عايز اتكلم في حته صعبه اكتر، ان انت المواعيد نفسها ان انت هتروح تلعب في تنزانيا بعدها باربع ايام هتيجي تلعب في القاهره، فده اكتر حاجه هتكون صعبه على النادي الاهلي لان النادي الاهلي لسه ما ابتداش السيزون بتاعه. هو اللي اصعب تعود. بصراحه من تنزانيا جنوب افريقيا، ما هو انت بعد يعني لو يعني لو سان داونز وده الاحتمال الاقرب او اللوجيك، لو سالت الناس كلها سان داونز ولا بيترو كله هيقول لك سان داونز،
فبعدها هتبقى عندك مشوار سان داونز وترجع مره تانية برضو. فدي اكتر حاجه ممكن تكون صعبه على النادي الاهلي. زي ما قلت لك احمد، هي الفكره كلها مش في القوه الفنيه بتاعه الانديه اللي هتقابل النادي الاهلي بعيد عن سان داونز طبعا الفرق القويه الفنيه دي، ولكن هي الظروف والمواعيد والسفر والفرق التوقيت ما بين الدول والحاجات دي، هي دي اكتر حاجه ممكن تقول انها تكون صعبه على لعيبه النادي الاهلي. لان دي استعودوا يعني، ناس دي جابت القاره من اقصى شمالها لاقصى جنوبها، ومن اقصى شرقها لاقصى غربها، وبيروحوا الخليج وبعد كده يرجعوا على المغرب، والمغرب على السودان، ومن السودان على اسوان، ومن اسوان على جنوب افريقيا. فبيتهيالي خلاص يعني الحته دي برضو خدنا فيها، بقى عندنا خبرات اللعيبه دي، عندها خبرات زي والاستشفاء والاحمال. انا تهيالي جزء كبير من نجاح كولر السنه اللي فاتت كانت الجزئيه المتعلقه بالاحمال جدا، وفق رؤيه علميه واضحه جدا بصراحه. قياسات فرقت، الراحه فرقت، والقياسات البدنيه فرقت، والبرامج اللي اتحطت لاعداد اللعيبه بشكل فردي، انه مش التيم كله مع بعضه شغال، كل واحد واخد الجرعه اللي تناسبه، فرقت معانا كتير قوي جداً بصراحه. خلي بالك الموسم اللي فات ده مستحيل، لا ده موسم شاق جدا يعني. سيبك من انك انت تاخد التتويجات دي كلها، لكن حتى لو ما فزتش بالبطولات دي، اللاعب اللي يخوض هذا الكم الكبير جدا من الماتشات وعدد ساعات السفر اللي خاضتها الفرقه في شيء مستحيل. تقريبا ما فيش مكان في القاره ما سافرتوش السنه اللي فاتت، حتى بره القاره انت سافرت يعني. صحيح، ما فيش مكان ما رحتوش. صحيح، صحيح. السنه اللي فاتت. طيب نروح للسكواد بتاع، لانه كمان هتتكلم على فريق عنده 14 محترف. صح بالظبط، 14 محترف. هل في اسماء لازم نحط العين عليها نادر، او اسماء شايف انها يعني علامات بصمات يعني احنا سيمبا؟ بطبيعه الحال يعني لويس ميكيسوني واحد من ابرز اللعيبه اللي كان عندهم من قبل ما كان يجي لنا اصلا. ففكره مش بس ان انت معرفتك بلويس ميكيسوني انت كمشجع للاهلي بقدر ما هي معرفتك بلويس ميكيسوني لاعب سيمبا في البدايه. لكن زي ما القائمه ظهرت قدامنا، في عندهم لعيبه برازيليين يعني حارس المرمى برازيلي جيفرسون ده جول كيبر بالظبط، وعندهم لعيبه من 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 كوت ديفوار، عندهم لعيبه من الكاميرون، عندهم لعيبه من اكتر من مكان في القاره. من الاول ايوب على فكره ده مغربي، ايوب لاجرد ده محترف مغربي، ده حارس مرمى برضه، حارس مرمى و28 سنه، ومعدل الاعمار كمان في الفرقه يعني اعمارهم مش كبيره قوي. يعني معظم اللعيبه في السن ده بتوصل للبيك بتاعها، هتلاقي عندنا 27 و28 سنه 24 سنه، في لعيبه كمان لسه صغيره 21 سنه، منهم ديفيد كاميتا اللي هو الرايت باك. لكن على حسب القائمه الحاليه للفريق اللي هي المفروض ان هي تبدا السيزون الجديد معاهم وتبدا البطوله معانا وتواجهنا، فابريس نجوما واحد من ابرز اللعيبه اللي موجودين طبعا في الدفاع، ده اللاعب الكونغولي الدولي الكونغولي. فابريس نجوما عنده عدد كبير من الماتشات الدوليه مع منتخب الكونغو، لاعب عنده خبرات كبيره جدا في قاره افريقيا، لعب لاكثر من نادي في افريقيا، سنه 29 سنه. كمان ممكن تبقى عينينا على كلاتوس شامبا، انا فاكر الاسم ده كويس، كان بيلعب مع فريق مازيمبي اصلا، وهو عنده كبير في السن، عنده 32 سنه. أيوة. كان بيلعب مع جيل مازيمبي اللي كان قدام الزمالك، في اللي كان في مجموعه الزمالك في بطولة 2020. لا بطولة 2020، بطولة 2020 اللي هي اللي كسبوا الزمالك هناك 3-0، اللي كانوا في مجموعة الزمالك مع ميتشو، لما الزمالك كان بيدربهم ميتشو. أنا فاكر الاسم ده كويس، كان عامل ماتش جامد جدا، هو بيلعب أتاكينج ميدفيلدر، وفي نفس الوقت ساعات بيلعب 8 وبيلعب 10. طيب دول المحترفين. الصفقات الجديدة حمادة، يعني منهم الصفقات الجديدة اللي أول مرة هتظهر مع سيمبا السنة دي؟ طبعا الصفقات الجديده اللي اكيد منهم طبعا لويس ميكسوني، يعني واحد من اللعيبه اللي ما بتعرفش تقريبا تتالق. هو خد بالك برضو ميكسوني هيساعدهم جامد في مواجهه الاهلي، يعني انا عارف يعني انا خايف يعمل معانا زي الولد بكماني ده بتاع جنوب افريقيا، بتاع جنوب افريقيا اللي كان موجود مع سان داونز، عرفهم الخبايا والدنيا ماشيه. انا خايف بقى ده يعمل كده. بالظبط. فطبعا اهم الوافدين الجدد يعني لنادي سيمبا هو لويس ميكسوني، راجل كان موجود في النادي الاهلي وراجل قعد سنه مع النادي الاهلي، فاكيد عنده معلومه وعارف مستوى اللعيبه، فممكن يفيد محلل الاداء ويفيد المدير الفني عن بعض اللعيبه وهي موجوده في النادي الاهلي. فابرس نجوما برضو زميلي طبعا نادر اتكلم عليه وتفضل، من اللعيبه المهمه واللعيبه الدوليه اللي برضو لعيبه تقيله واضافه قويه جدا لنادي سيمبا. عندك كمان ميلوني، ده برضو من اللعيبه برضو اللي لسه جايه جديد، ده من اللعيبه برضو اللي انا
شفت كان في اكتر من هايلايت كده عشان انا ما شفتش ماتشات كامله برضو من اللعيبه اللي كانت ظاهره. لعيب هو سنتر باك، لعيب كويس جدا، انا عجبني، لعيب قوي جدا ولعيب برضو من تعرف طبعا القوه البدنيه اللي عندهم. عندهم كامن جيفيرسون ده برضو من اللعيبه اللي لسه برضو جايه جديد، يمكن دول من اكتر الاسامي اللي هم لفتوا انتباه من الوافدين الجدد. وعلى فكره نادي سيمبا من الانديه اللي بتشتري عدد صفقات كتير كل سيزون، يعني كل سيزون او كل ميركاتو تلاقي دايما في هوجه كده ان هم جايبين صفقات وعاملين صفقات كتير، بس غالبيه الصفقات دي مش نادي فقير، هي تجربه استثماريه كلها على بعضها، تجربه استثماريه واستثمار صح، لان النادي جماهيري ونادي ليه شعبيه كبيره وهو صاحب الشعب. لا انا الصوره اللي شفتها بصراحه ما توقعتش ان انا اشوفها في اعماق افريقيا، يعني انا شفت فكر اوروبي او صوره بتنم على محاوله الحقيقه على مش بس كوره، انا بتكلم على المنظومه ككل. لا شفت صوره كانها في اي دوري كبير من الدوريات الاوروبيه. حقيقي ومع ده كله ما بيشتروش لعيبه بمبالغ كبيره، يعني هم دايما بيروحوا ينشنوا على اللعيبه الفري وعلى اللعيب اللي ب 250 و300. انت دخلتني على الملف التاني. ايه؟ ملف مهاجم النادي الاهلي. انت عارف انه الملف ده يمكن يكون اكثر مسلسل سسبنس عاشه جمهور النادي الاهلي السنه دي ولغايه اللحظه، يمكن طبعا بما انه لم يتم الاعلان عن الصفقه. مش عايز اسبق الاحداث ومش عايز اقول حاجه، لانه انا دايما في الاهلي ما برتاحش الا لما تجيلي انه المعلومه الصفقه تمت بالزبط. خش اعلن عن الصفقه، غير كده حتى صفقه يعني رجعت بالزمن عزيز يعقوبه كان الولد ما فيش خلاف عليه، بس مع الكشف الطبي قال لك شكرا عن الراجل مكسر الدنيا في الصين دلوقتي. لكن انا عايز اخدكم للطريقه اللي بيفكر فيها الجمهور والطريقه المفترض ان احنا نفكر بيها كمنظومه هنا في مصر. انت عارف اللي حصل في السعوديه ده شويه لخبط الحسابات عند الناس، يعني فكره الارقام اللي بتدفع، فكره الاسماء اللي بتيجي، فكل بقى شايف النهارده انا لما اعمل صفقه مش لازم يا سيدي زيه، يعني مش لازم تجيب رونالدو وبنزيما، بس هات هات مش عارف اقول لك مين، هات هم ماريجا مثلا، اوريجي مثلا، يعني فاهم قصدي ايه، او لما تجيب اسم هات اسم نجم، يعني أيوة مش أيوة. لازم زي سوبر ستارز بس نجم كبير. مع انه انا لما برجع بالذاكره لاهم الاسماء المحترفين اللي جم في مصر هنا، يعني فيهم لعيبه الاهلي دلوقتي، يعني ديانجو ومعلول محدش ينكر ان هم اتنين من اهم نجوم النادي الاهلي بالزبط. لما جم محدش كان يسمع عنهم، جابوا نجوم اصلا ومن قبل كده، ومش بس الاهلي، اوتاكا جه محدش عارفه، ايمانويل جه محدش عارفه، فلافيو جه محدش عارفه، بفلافيو ناس كانت بتقول لك مشي، يعني في ناس ما كانتش عارفه تماما. اللعيبه النجوم زي مثلا اجوجو واحد من ابرز اللعيبه اللي كانت في افريقيا وصلت مصر. مش هنجيب سيره مالودا قوي لان مالودا كان جاي يعتزل في مصر بشكل كبير، لكن لما بتشوف الاسماء الكبيره قوي اللي كانت بتوصل من افريقيا عشان تيجي الاهلي او الزمالك او اي نادي في مصر، يعني قليل قوي فيهم اللي نجح. لكن زي ما انت تفضلت فعلا يا احمد، هي فكره ان الرؤيه للمهاجم انك بتبص للاسم يكون مرتبط بالامكانيات اللي حاططها المدير الفني طبقا لما يعني احدده هو، لان في الاول وفي الاخر هو ما حدش هيجبر المدير الفني على لاعب، وده شيء بديهي جدا طبعا، وده شيء طبيعي جدا في اي مكان في العالم. بس هنا الدور المهم جدا اللي لازم نتكلم عليه، لانه ده ما بتكلمش على الموسم ده ولا بتكلم على الصفقه بتاعه الاهلي دي، انا بكلمكم على انه ده المستقبل بالنسبه للكره في مصر. لو عايزين يشتغل كره صح، لا هتقدر تنافس ولا هتقدر تدفع الارقام دي ولا هتقدر تجيب الاسماء دي. فالقصه هنا قصه سكاوتنج، ازاي لما تشتغل على انك تجيب لعيب ب 200,000 و300,000 وبمليون يا سيدي، وتصدره وتبيعه ب 4 و5 مليون تبقى انت استفدت فيه. ده التراك اللي احنا يمكن في مصر عموما يعني ما بشتغلناش عليه. انا اتفق معاك في الحته بتاعت السكاوتنج دي، لان انا اتكلمت فيها كتير وناديت ان الانديه في مصر تشتغل بيها، ومع الاسف الانديه اللي بتشتغل بيها في مصر هي بتشتغل بيها بطريقه مش كويسه، وما ما بنكملش. احنا بنعمل الشكل العام ان احنا بنعمل سكاوتنج، بس ما بنمشيش على التراك. يعني فكره السكاوتنج ان انت بتدور في افريقيا او في الدول الناميه، ان انت تدور على مواهب معينه لسه ما نجمها ما سطعش، فتجيبها عندك في المنظومه الناجحه الكامله المتكامله، فتيجي تحط وسط المنظومه، ما يحتاجش وقت كتير مع شغل برضه مش كتير، فاللعيب امكانياته تظهر. فاذا يجي نادي تاني غني يروح شاري منك، فانت تكون كسبان فيه سيدي حتى لو مليون دولار مثلا، وتقدر تجيب دي الفكره، وتقدر تجيب غيره. انت كسبت مليون دولار، اما بيقولوا مثلا الاتحاد هداف السيزون، هداف دوري،
مش جايب رقم كبير قبل ما تبدا السيزون، مش جايب رقم كبير، وسمعت انه اتعرض على الاتحاد في رقم مش قليل. في حاجه تاني هي معطله الانديه او معطله ان احنا ممكن نجيب صفقات كويسه للدوري المصري، فكره مواعيد. يعني دلوقتي مثلا الاهلي عشان يروح يكلم نادي في اوروبا دلوقتي اعتقد الموضوع صعب جدا. ليه؟ لان انا نادي، انا داخل السيزون بتاعي معايا القائمه بتاعتي قفل ومش عارف اجيب بديل، انا ايه المقابل المغري قوي ان انا ادي لك لاعب موجود عندي حتى لو كان لاعب صف ثاني؟ مش هعرف اعوض. فاذا ده عامل مهم جدا. العامل الثاني هو عامل الدولار برده، او العمله الصعبه برده. يعني اعتقد يعني انا مش محتاج ان انا اتكلم على العمله الصعبه، فده عامل برده مؤثر. الحاجه الثالثه هي فكره الندره. انت بتتكلم على الاهلي اللي هو يعتبر اكثر الانديه الافريقيه والمصريه طبعا بالتاكيد ضمنيا عنده ايرادات موارد ماليه وخصوصا طبعا من نشاط كره القدم بشكل صحيح. مباشر تسمح له انه يبقى عنده اريحيه في ابرام صفقات. فما بالك بالباقي بيعمل ايه؟ ما هو ده يخليك برضه ترجع للكلام اللي احنا اتكلمنا فيه الاول، ان انت تتعب وتشقى وتدور على اللعيب اللي بملاليم عشان تخليه بملايين. يعني هي دي هي فكره الاسكاونتنج. يعني او اكتر الانديه اللي بتعتمد على فكره الاسكاونتنج مش الانديه الغنيه. يعني انت مثلا مانشستر سيتي ما بيعتمدش اعتماد كلي على فكره الاسكاونتنج، بس مثلا الانديه البرتغاليه زي بورتو زي بنفيكا مثلا زي هولندا مثلا، دي اكتر انديه بتشتغل على فكره الاسكاونتنج. ليه؟ لان دي نادي بيصنع لاعب يوديه لاوروبا او التوب فايف. انما انا مانشستر سيتي انا ما عنديش المنظومه اللي تستحمل وتستوعب ان انا اجيب لاعب مثلا نص سوى، خلينا نقولها كده بلغه نص سوى اجيبه يستحمل، استحمل انه يغلط. زي ما قال ارسن فينجر، قال لك عشان تشتري لعيب او يكون عندك لعيب كويس انت قدامك طريقين، يا اما تشتريه جاهز يا اما تصنعه، وفي كلتا الحالتين هتدفع، يا اما هتدفع بفلوس وتدفع مبالغ عاليه كبيره قوي، يا اما تدفع بيه نقط وخسائر ماتشات وممكن توصل بيك لخساره بطوله عشان دي يبقى عندك اللعيب زي ما حصل في السيتي. هنروح بعيد ليه؟ بصوا السنه دي مثلا على ميزانيه تشيلسي في الانتدابات والتعاقدات، وتشوفوا تشيلسي فين. بصوا على بادجت الاهلي السعودي وشوفوا اخر مباراه حصل له ايه. فالقصه مش قصه اسماء ومش قصه بادجت على الاطلاق، قصه تحديد احتياجات وازاي تقدر تختار اللي انت محتاجه باقل تكلفه ممكنه، تستفيد بيه فنيا، تستفيد بيه ماديا، وتعيد تصديره. لو هنشتغل كده الانديه المصريه، مش كلام على الاهلي بس، كان لو الانديه في مصر اشتغلت بالقصه دي مستوى الدوري نفسه هيعلى، ايرادات الانديه هتعلى، حجم الاستفاده الفنيه والماديه هتعلى بشكل كبير جدا. انا عايز اضيف على الكلام اللي قاله كمان حماده يا احمد، ان نفس اللي حصل ده اللي حصل في مشروع يورجن كلوب مع ليفربول اصلا. اول ما وصل محمد صلاح جايب 35 مليون استرليني، دلوقتي محمد صلاح معروض عليه في 200 مليون استرليني، هم اللي رافضين ان هم يبيعوه. فيرجيل فان دايك ان هو اتقال اغلى مدافع في العالم كان في الميركاتو ده هي الصفقه دي، لكن باقي الصفقات اللي كان جايبهم مثلا وقتها اليسون بيكر وفابينيو نابي كايتا السنه دي نهايه السيزون ده اصلا ليفربول كان بطل اوروبا. ليه؟ لانه كان اول ما وصل هو ضحى زي ما حصل زي النظريه اللي قالها بتاعت ارسن فينجر بالظبط، ضحى في اول موسم ليه 2015 2016 وصل في نص الموسم خسر بطوله اليوروبا ليج امام اشبيليه، الموسم اللي بعديه كان موجود في نهائي دوري ابطال خسروا، بعدها بموسمين رجع تاني نهائي دوري ابطال وكسبوا امام نهائي راموس صلاح. نهائي راموس صلاح اعتقد كمان يا نادر او يا احمد، يعني النموذج الامثل والاشهر لفكره الاسكاونتنج هو برايتون. برايتون ده حاجه ثانيه نموذج. لا وفي انديه فتح بقى، يعني ممكن اقول لك بروسيا دورتموند، ممكن اقول لك اياكس امستردام، ريد بول لايبزيج، كل الناس لايبزيج سالزبورج. هو ده الاستثمار في الكوره، هو ده الاستثمار. طيب عايز اتكلم معاكم في منتخب مصر. انا عندي ملفين مهمين جدا، بس مش لا يعني مش هنسى منتخب مصر مواجهه مع اثيوبيا. فيها كلام ولا قصه؟ انا شايف الامر محسوم، يعني خلاص احنا صعدنا ومش عايزين نقول كلام يعني يضايق حد، بس هي القصه يعني كلها يعني انا مش شايف ليها اي فايده غير موضوع التصنيف. في حين ان الناحيه الثانيه اتقال ان تصنيف يعني ايه يا راجل؟ انا بقول لك في حين الناحيه الثانيه بيتقال كلام مش منطقي تماما في سكه اللي هو احنا كده كده خلاص يا جماعه ضامنين. طب يعني انت الماتشات اللي زي دي ده في مدربين منتخبات كبيره بتدور عليها علشان تكتشف اللعيبه الجديده واللعيبه النجوم. على فكره صغيرين. بالمناسبه انا اسف نادر، اسف حماده، بس تعليقا على كلام اتقال، هو الاهلي زي ما بيطلب من منتخب مصر انه لعيبته ما تروحش مع المنتخب في المعسكر، ليه ما قدرش يعمل ده مع الاتحاد التونسي والاتحاد الجنوب افريقي والاتحاد المالي؟ شتان الفارق. اولا الانديه دي ما يفرقش معاها كاس السوبر لانه ما فيش نادي بيمثلها، وبالتالي مش من مصلحتها انه لعبتها تبقى موجوده هناك. لكن لو كان في نادي تونسي بيلعب كنت اشك الاتحاد التونسي لو ضامن التاهل مباراه تحصيل حاصل ياخد لعيبه من نادي تونسي راح يمثل تونس، بالعكس كان هيدعمه بشكل كبير.
دي النقطة الأولى. النقطة الثانية ما ينفعش تقارن أبدا بين اتحادات غريبة مش من مصلحتها على الإطلاق إنه نادي مصري يفوز بالبطولة وتحطها في موضع مقارنة مع اتحاد مصري مفترض إنه من مصلحته ومن أهدافه إنه يحافظ ويدعم الأندية المصرية ويساعدها على إنها تزود لقب قاري للكرة المصرية. اللقب ده هيتحسب للأهلي صحيح، بس هيتحسب كمان لرصيد الكرة المصرية على مستوى الإنجازات في القارة الأفريقية، فخانك التعبير والمقارنة لا تجوز. معلش هو شيء بالشيء يذكر شيء منطقي جدا لا تجوز تماما يعني. قال لك ليه الأهلي ما عملش ما طلبش من 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 منتخبات تونس يا احمد؟ هو يعني في مثل شعبي دايما بيتقال ان اللي ما يعرفش يقول عدس. طيب لو احنا عندنا 90% من الناس اللي زي اللي انت بتتكلم عليهم دول ما بيعرفوش، فهو قدر الامكان القصه كلها ان انا بطلع بقول الكلمتين دول عشان اركب ترند، علشان الناس تتكلم عني، علشان الناس تقول ان انا بتكلم على فلان او بتكلم على علان. لكن هي القصه كلها لو اتكلم بمنطق او قعد ودرس الموضوع بمنطق هيلاقي ان اصلا في منتخبات دي لسه ما ضمنتش صعود اصلا. المشكله نادر، المشكله حماده، انه الناس دول هم اللي مسؤولين، او مش عشان ما اختزلش الامور في اشخاص، الفكر ده هو فكر الناس اللي بتبقى مسؤوله عن اداره منظومه الكره المصريه واللي وصلتنا للحاله المزريه اللي احنا عايشينها، واللي غالبا يعني طول ما هم موجودين على الساحه ما تتوقعش ان في شيء يتغير، وانه ده اللي هيبقى الحال فيما هو قادم وما هو قادم. تعرف اكتر حاجه مضايقاني في الموضوع ده كله ايه؟ او من تصريحات المسؤولين اللي بتطلع ان هم دايما واخدين الاهلي طرف مضاد. يعني احنا الاثنين مش اتحاد واحد، وانت نادي في الاتحاد بتاعي فادور على مصلحتك وادور على مصلحه منتخب بلدي، لا انا بدور ان انا ازاي اخد مصلحتي حتى لو كانت مصلحتي ضد النادي. يعني تحت قوي المؤسسة. الكلام ده وافتكر وانت بتقوله كيف يدير مسؤول الكره المغربيه ملفات انديتهم المشاركه في بطولات الافريقيه والدولية. ده نموذج نموذج ان انت ازاي تخدم بلدك وازاي تخدم الانديه بتاعتك، حتى لو ان النادي اللي انت بتخدمه هو نادي انت مالكش به اي صله. يعني الوداد ايه علاقته مثلا بفوز لوجا؟ واكتر حد افاد الوداد في الملف بتاعه الاستاد او بطوله استضافه كاس العالم الملعب حد مين هو فوز لوجا؟ رغم ان هو ملوش اي صله حتى بيشجعه اصلا. فاحنا ليه ما نشتغلش ان احنا نشتغل كمنظومه واحده؟ منظومه واحده، انا نادي الاهلي، زمالك، اسماعيلي، بيراميدز، اي نادي بيشارك في اي بطوله دوليه ان انا اسهل له. وصلنا لدرجه، ودي ضريبه النجاح لازم تفهمها انت كاهلاوي، احنا وصلنا لدرجه انه نجاح الاهلي بقى مؤلم جدا، مؤلم للكثيرين يعني ده. يعني بيزيد من الاوجاع، فبالتالي مطلوب شويه انه الدنيا تهدى، مش لازم كل شويه تتويجات قاريه وظهور عالمي وبطوله دوري ابطال والمنافس الوحيد والاهلي هو البطل الاوحد. ده بقى شيء كاشف وحاجه اخره للعورات يعني انجاز التعبير. حاجه اخره في الملف ده، انا بقول لبعض الناس ان النادي الاهلي هيلعب في دوري الابطال، هيلعب في السوبر ليج، هيلعب في كاس عالم انديه، هيلعب في دوري الابطال، هيلعب سوبر مصري، هيلعب سوبر افريقي. اتمنى من الناس اللي بتقعد تتكلم في وسط السيزون ان الاهلي بيتاجل له ماتشات، من دلوقتي روح قدم احتجاجاتك للاتحاد الكوره، قول احنا مش عايزين الاهلي يتاجل له ماتشات، وشوف رده عليه، عشان ما تجيش في نص السيزون وتلاقي الاهلي متاجل له 5 أو 6 أو 7 أو 10 ماتشات عشان هو مشغول في بطولات ثانيه قاريه وتوجع دماغنا. فاتمنى تروح من دلوقتي. هو التركيز اساسا في ماتشات الاهلي المؤجله، يعني مفترض مشاركه الاهلي في هذا الكم الكبير جدا من البطولات يخدم او يصب في مصلحه المنافس. يعني ده اوفر لود، ده عدد اكتر من المباريات يعني الاهلي بيلعبها، حاله اجهاد عنيفه نتيجه الماتشات ونتيجه السفر والترحال، وبالتالي ده يخلي او يخلق مناخ مفترض يعني انه يبقى في منافسه على المستوى المحلي. ما بيلاقيش شماعات ان هو يتحجج بيها بالفشل. لا والله احنا ما فيش اكتر من شماعات. على حسب الاهواء يعني، على حسب امتى هقول ان الاهلي عنده ضغط ماتشات، وعلى حسب امتى هقول لازم تاجل الاهلي زي ما بتاجل لفلان، وعلى حسب امتى هقول لا الاهلي زي تاجله، حسب مصلحه اللي بيطلع يتكلم فيه. اصل انا يا سيدي جدول لي مديونيات، يعني بدل ما تطالبني ان انا ادفع لاتحاد الكوره جدول لي مديونيات، اجل لي او الغي لي ضرائب، اعمل لي مش عارف يعني، اديني اي حاجه حسسني انه في دعم من اي نوع، يعني حاسس ان هي بتدعمني زي ما بتدعم غيري. بالظبط كده. انت عارف انا يا احمد بمناسبه اللي هي مصلحه، انت عارف ان الزمالك السبب الرئيسي والاساسي ان الزمالك خد الدوري 2 سنين ورا بعض ان هو كانت قصه المؤجلات دي. لو فاكر احنا كنا بنبقى متقدمين في الجدول، بنقول
لو الاهلي كسب المؤجلات هنبقى كذا، كنا بنخسر رغم ان احنا ماشيين في الجدول كويس قوي اول ما بدانا قبل ما نلعب في دوري الابطال. بمجرد ما انشغلنا في البطولتين وفي كاس العالم الانديه وجينا مرهقين، الزمالك فاق لان الزمالك خرج من المجموعات طبعا لسنتين بدري. على التوالي فبالتالي بقى متفرغ للدوري وبقى بيلعب كل 5 ايام واحنا كنا بنلعب كل 48 ساعه صحيح. فالموضوع كان صعب جدا على اللعيبه وما كانش في تدوير يساعد الوقت ده. طيب هروح لمنتخب تونس، نقرا معاكم منتخب تونس بما انه المواجهه الاهم والابرز منتخب مصر والاصعب. يعني اذا كنت بتقول لي اثيوبيا وتونس اقول لك لا تونس طبعا، تونس اتقل بكتير. نشوف معاكم كده محترفين تونس، وعلى فكره تونس ما شاء الله يعني احنا بندرس كلهم محترفين اصلا، منتخب كله محترفين من اللعيبه المحترفين. اتفضل يا ندى. طبعا يعني حراس المرمى ايمن دحمان، منتصر طلبي، احنا بس بنتكلم دول اللعيبه المحترفه اللي هتمثل منتخب تونس. ان شاء الله ان شاء الله هم دول اللعيبه المحترفين في انديه اوروبيه. يعني ابرزهم طبعا هنيجي نتكلم في علي معلول، محترف في النادي الاهلي، واحد من ابرز اللعيبه او من اميز اللعيبه اللي موجودين في افريقيا، افضل باك ليفت موجود في افريقيا بالكامل. وجدي كشريدة واحد من ابرز اللعيبه اللي كانوا موجودين اصلا في افريقيا قبل ما كان يحترف، قبل ما كان يخرج يلعب باري. الياس خيري، الياس خيري واحد من ابرز اللعيبه اللي حاليا في 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 من الانديه الكتير. كان عندهم هانيبال في المانيو موجود بس هو ساب، كان معار السنه اللي فاتت لبرمنجهام سيتي ورجع لهم السيزون ده، كان معار اخر ست شهور في السيزون ما ظهرش لسه، ما كانش لسه لاعب وموجود في القائمه فعلا. يوسف المساكني محترف في قطر، لعيب يوسف المساكني لعيب كبير، واحد من ابرز اللعيبه. حمزه رفيع ده واحد من اميز اللعيبه اللي ليهم مستقبل في تونس، ده متواجد في وسط الملعب عنده 24 سنه، هو محترف حاليا في ليتشي اعتقد في الدوري الايطالي. اسمه حمزه رفيع، حمزه بيلعب في ليتشي في ايطاليا، بيلعب في ليتشي ايطاليا. ده معار من يوفنتوس، واحد من اهم اللعيبه اللي كانوا طالعين وكان بوتنشال جدا في يوفنتوس. ده كام سنه نادر؟ 24 سنه. فالمفروض ان هو ان عقده يخلص اخر سيزون دوت، وعنده اهتمامات من انديه كبيره في المانيا وانجلترا ان هم يتعاقدوا معاه في الصيف. دي من ابرز اللعيبه اللي موجودين طبعا. تغيير الدماء اللي بيحصل في منتخب تونس اصلا بشكل كبير، معظم اللعيبه لو جيت بصيت على سنها يا احمد مش لاقي حد معدي ال 25 سنه باستثناء مثلا علي معلول او اسمه ايه اسامه حدادي. العناصر المهمه او العناصر اللي شابة. فيها الوقت على فكره دي اكبر الياس خيري بيلعب فين؟ مين؟ الياس خيري بيلعب في الياس خيري فرانكفورت تقريبا، فرانكفورت ده اعلى قيمه تسويقيه في انتراخت فرانكفورت، لعب معاهم نهائي اوروبا ليج السنه اللي قبل اللي فاتت. ده بيلعب مع مرموش يعني بيلعب حاليا مع مرموش. على فكره مليون يورو وعندهم هانيبال برضو مان يونايتد 8 مليون يورو بالظبط، وعندهم منتصر الطلبي 8 مليون يورو، دول اغلى تقريبا لعيبه. بعد كده اغلب اللعيبه طالعه بارقام بتدفع عندنا هنا في الانديه في مصر تيجي تقعد احتياطي والله رقم اكبر منها دي حقيقه والله. يعني زي ما قال نادر، هو المنتخب التونسي كان الفتره اللي فاتت كان اكتر حاجه بيعاني منها هو معدل الاعمار المرتفع، ان كان عندهم مثلا لعيبه بقى لها سنين بتسمع ان هي بتلعب في منتخب تونس زي وائل الخزر مثلا، زي مثلا علي معلول، زي الياس شت، قصدي طه ياسين الخنيسي، وعندك طه ياسين برضه كان لعيب، عندك عدد اسامي كبير كان في الكويت. فكان اللعيبه كبرت والمجهود البدني كان بيقل، فهم بيفكروا دلوقتي زي ما هو انت شايف كده اغلب الاسامي دي على فكره هي ما عندهاش ارقام ماتشات دوليه كتير، اللعيبه دي مش خبره، فانت الماتش برضو مش هيكون صعب على قد ما هو هيكون تجربه وفرصه للعيبه في ماتش ودي انها تتجرب. يعني انت ملاحظ مثلا ان وهب الخزر احد اساطير منتخب تونس، هو مش موجود في السكواد رغم ان وهب الخزر ده هو بمثابه مثلا حاليا دلوقتي هو محمد صلاح بالنسبه لتونس، لان منتخب تونس ما عندوش اللعيب الواو قوي اللي محترف في الدوريات التوب. طيب هختم وهيجي طبعا كلامنا على ماتش اثيوبيا وتونس في وقته، بس يهمني ماتش بكره. شايفين ماتش بكره ازاي مع بطل سلوفينيا، فريق بيلعب في الدور التمهيدي دوري ابطال اوروبا. المطلوب من مستر كولر ومن الفريق ايه بكره، وفي ظل الغيابات اللي اتكلمنا عليها نادر، شايف الاهلي ايه شكل السكواد او التشكيل اللي ممكن يبدا بيه المباراه، او اللي انت تتمنى انه يبدا بيه كولر بكره الماتش؟ انا شايف ان بعد يعني المعسكر ده ان شاء الله باذن الله يكون في عدد كبير من اللعيبه قدرت ان هي تقنع المدير الفني بشكل كبير. ده ما حصلش السنه اللي فاتت مع المدرب نفسه، ما قدرش ياخد الفتره دي انه يتعرف على اللعيبه. الراجل يعني جاي من الدار للنار على طول، اول ما وصل على طول النادي وصل لبطولة افريقيا، لعبنا بطولة افريقيا على طول، فساعتها ده ادى الى ان احنا ما كانش عندنا فترة اعداد كافية. فكرة ان انت بتلعب بطل سلوفينيا
احنا في اوروبا بشكل عام لما بنطلع نلعب بره زمان لما كنا بنطلع في فتره الاعداد اللي كنا بنطلع في العمله قبل كده باريس سان جيرمان ومارسيليا واياكس وبرشلونه وسيلتيك وريال سوسيداد واسبانيول كل الانديه اللي لعبنا معاها كان بيفرق جدا مع الاهلي. احنا كنا دايما بنرجع من فتره الاعداد دي على بطوله افريقيا على طول. نتذكر ماتش اشانتي كوتوكو 4-0 2006 كان خسرانين من باريس سان جيرمان 2-1 رجعنا على الماتش ده وكسبنا 4-0. فيفرق معاك في ايه اكتر كمان فكره اللعيبه اللي مش دوليه اللي موجوده وبعد الاصابات وبعد اللعيبه اللي مشيت الاستفاده اللي تعود على فتره الاعداد شكل الفريق بكره يبقى عامل ازاي. طيب ده اختبار لقوه سكواد الاهلي لانك بيغيب عنك 12 او مش هيشارك في ماتش بكره لاسباب كتيره يعني 12 لعيب فبالتالي انت بتختبر مدى قوه سكواد الاهلي بالعناصر اللي موجوده فيه. شايف التشكيل امثل ايه سريعا يا حماد؟ التشكيل الامثل الماتش بكره الودي هو زي ما قال نادر هو هيبقى تراي ماتش للفتره اللي جايه او لماتش السوبر بالاخص صحيح. فاعتقد ان بكره مثلا هيبدا بمصطفى شوبير ومخلوف دلوقتي وحمزه والشناوي طارق في حراس المرمى اتوقع ان هيكون مصطفى شوبير زي ما قال زميلي فاروق برضو ان اتوقع ان هيكون في الناحيه اليمين هيكون محمد فخري لان طبعا محمد هاني لاعب دولي. طيب انا بعتذر جدا احنا ان شاء الله باذن الله يعني هنبقى موجودين معاكم وهنتابع المباراه. بعتذر لحماده عشان وقتنا خلص. بشكر حماده الشناوي وبشكر نادر شبانه على وجودهم معانا. استمتعنا بيكم ونتقابل اكيد في حلقات جايه من السادسه. بشكركم على المتابعه. نتقابل على خير دايما على شاشه الاهلي. تحياتي لكم.